زرع والدها فيها حب الأدب والعلم، وهدهدها الشاعر الكبير نزار قباني، فكبرت تحمل الكلمة في جوفها، تأثرت كثيراً بأفكاره، فكتبت عن الحب والحرب، عملت كصحفية وتحدت ظروف وقيود المجتمع لتكون صوت المرأة السورية، تنقلت بين مختلف دول العالم حتى استقرت في باريس لتنطلق كالسيل الجارف في رواياتها وأشعارها. صاحبة القلم الأنيق الياسمينة الدمشقية غادة السمان. ولدت غادة السمان في عام 1942 في دمشق بسوريا. كان والدها بروفيسوراً في العلوم السياسية، وشغل منصب رئيس جامعة دمشق، ثم وزيراً للتعليم العالي لفترة قصيرة. أما والدتها فهي الأديبة سلمى رويحة، والتي ماتت وما زالت غادة صغيرة. تأثرت الطفلة غادة بشأن فقدان والدتها، حاول والدها تعويض هذا الفقد فربطها بالأدب والشعر، وكان متأملاً في أن تدخل كلية الطب لتفوقها، لكنها تبعت شغفها ودخلت كلية الآداب لدراسة الأدب الإنجليزي. درست غادة في جامعة دمشق وتخرجت بدرجة بكالوريوس، ثم تابعت دراستها بالجامعة الأمريكية في بيروت وحصلت على درجة الماجستير. عيناك قدري أول أعمالها القصصية وهي ما زالت طالبة، ثم تبعها لا بحر في بيروت، ثم أصدرت المجموعة الثالثة ليل الغرباء التي تعتبر واحدة من أشهر أعمالها الأدبية. تمتعت غادة كامرأة شابة باستقلال مادي، فقد كانت اللغة الفرنسية هي لغتها الثانية، كذلك الإنجليزية. تنقلت بين بيئات العمل، فعملت كأمين مكتبة، وخلال مرحلة الليسانس وجدت وظيفة كمعلمة في مدرسة تشارلز سعد بالشوفات، ثم ككاتبة في مجلة الأسبوع العربي والحدث والعديد من المجلات حديثة العهد آنذاك. بعنوان بيروت 75 نشرت غادة أول رواية لها، تحدثت فيها عن واقع الحياة في بيروت، حيث تنبأت في تلك الرواية بحدوث الحرب الأهلية. وقد ترجمت هذه الرواية إلى عدة لغات، منها الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية. في العام التالي كتبت رواية كوابيس بيروت، التي جمعت فيها الذكريات والأحداث التي شاهدتها أثناء الحرب الأهلية في لبنان. وبعنوان يرسم نوستالجيا عظيمة، كتبت غادة رواية رحيل المرافق القديمة، متلاطمة هي الأحرف فيها بين الواقع المعاش ونبش الأحزان وتشريحها. وكتبت ليلة المليار، مضمنة إياها عجز المثقفين العرب في وجه مجريات تلك الفترة. جادت بقلمها الرشيق أيضاً برواية سهرة تنكرية وديوان القلب العاري ويا دمشق وداعاً وعاشقة الحرية وغيرها كثير. ارتبط اسم غادة السمان الريحانة الدمشقية بالرسائل الأدبية، حيث تبادلتها مع أنس الحاج وغسان كنفاني وبليغ حمدي، إلا أن توقيت نشرها لهذه الرسائل وتعرية خصوصيتها أدانها في نهاية المطاف. فازت النسخة الإنجليزية من روايتها بيروت 75 بجائزة جامعة تكساس للكتاب المترجم، كما فازت النسخة الإسبانية منها بجائزة أندلوسيا لأفضل كتاب مترجم. كانت غادة عصفورة محلقة بين غيمات الكلمات، وبعد كثير من التحليق والركض اليوم استراحت، فبدت كفراشة تطوي أجنحتها في باريس، حيث ابتعدت عن الإعلام والصحافة لما شاهدته من هضم لتاريخها، لتستقر في الخفاء تمسد أيامها بلين وعذوبة.